السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله في قناتي وقناتكم مطبخ رشيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طريقه ديال الكونفيتير. الكونفيتير اللي ذاقوا عندي البنات وعجبهم بزاف، قالي ضروري نشارك معكم هذه الطريقه ديال الكونفيتير. كتجي زوينه وسهله وما كتطلبش الوقت بزاف ولذيذة. هنا عندي ثلاثة ديال الليمونات، عندي نابل اللي كيكون هكا على هذا الشكل هكا، درتو انا في الفريغو تقصح تولى قاصح. هنا عندي واحد جوج معالق كبار ديال الحامض، هنا عندي واحد زلافة كبيرة ديال الليمون، العصر ديال الليمون. هنا عندي زلافة ديال سنيدة. نبدا معكم الطريقة على بركة الله. صافي البنات، هنا غادي نبدا معكم الطريقة. غادي نهز الليمون، قلت لكم هذا الليمون راه درتو في الفريغو ليلة كلها، تقصح مزيان. غادي نحكو في الحكاكة مزيان، غادي نحكو بقشورو كلشي. غادي نحكو في هاد الحكاكة، اللي بغى الحكاكة الغليظة يديرها، اللي بغى الرقيقة كيديرها. هادي انا غادي نحكو في هذا، غادي نحكو كله بهذه الطريقه هكا ونرجع معاكم. شتو البنات؟ حكو بهذه الطريقه هكا كله بالقشور ديالو بكل شيء. شتو هو راه يابس دابا الدجاج. غادي نحك كله هاد الليمون اللي عندي ونرجع معكم. صافي هنا البنات، من بعد ما حكيتو كله، شفتو كي كيجي، كملتو كله. دابا ندوز معكم الطريقه ديال الطياب. هنا البنات غندوز معكم الطريقه ديال الطياب. هاد الليمون هذا غادي نخلط كله. هنا البنات من بعد ما الليمون اللي عصرت معكم، هنا غادي ندير زلافة ديال سنيدة. هنا غادي ندير زلافة ديال الليمون معصور. هنا غادي ندير جوج معالق ديال الحامض. غادي نرد هادشي طيب فوق البوطه، طيب مزيان كيكسل ونرجع معكم. راه كيجي هاد الليمون زوين ديال الطروفه. هنا البنات راه رديتو يطيب فوق البوطه، غادي يبدا يطيب ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما طاب الكونفيتير كيجي على هذا الشكل هكا. هنا البنات نقصوا عليه العافيه وبقاو حركوه برا مره، تقريبا واحد ساعه ديال المكانه اللي خدا ليا، ساعه ديال المكانه اللي خدا. نقصوا عليه العافيه وخليه يطيب على خاطرو، ومره مره بقاو حركوه. شوفي كيجي بحال داك الكونفيتير ديال الطروفه، كيجي زوين. هنا البنات من بعد ما وجد لي الكونفيتير ديالي كيجي على هذا الشكل هكا، راه باقي ما بردش مزيان. شوف كيجي بحال هذاك اللي كيتبع كيتبع ديال الطروفه في هذا في الحوانت، كيجي زوين بهذه الطريقه هكا. جربوها البنات، انا متاكده الا جربتوه غيعجبكم وغينجح معاكم. دابا غادي نخليه حتى يبرد مزيان عاد نغطي عليه. شفتوا شحال داك القياس خرج ليا؟ قرعه تقريبا كبيره، هذه راه كبيره كتبان كبيره. نتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك
وتشاركوا الفيديو مع الحباب ديالكم أصدقاء ديالكم هكا باش نعطيكم المزيد والمزيد إن شاء الله. نتمنى هذه الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، أنا متأكدة إلا جربتوها تنجح معكم، راه كيجي كوفيتير زوين وناجح 100%. يلاه نتمنى البنات تجربوا بهذه الطريقة هذه اللي درت معكم. يلا نتمنى الكونفيتير ديال اليوم يعجبكم تجربوه. يلا بالصحة والراحة البنات، السلام عليكم.